السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم أعزائي المشاهدين في فيديو جديد على قناتكم قناة بحبك يا بلادي. طارق جبان يكشف كواليس استبعاد فراس الخطيب من منتخب سوريا قبل كأس آسيا 2019. قبل أن أدخل في تفاصيل الخبر أدعوكم للاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس من الزرار الأحمر أسفل الفيديو كي تدعمونا ويصلكم كل جديد. ذكر طارق جبان من جملة تصريحاته أمس عبر إذاعة فرح اف ام أن فراس الخطيب بالنسبة له أخ وليس لاعب يدربه، كما أشاد بعقليته حيث أن فراس يمتلك عقلية المدرب والمحلل الناجح. كما أضاف أن فراس الخطيب بصراحة أخطأ لأنه لم يأتي لمعسكر النمسا رغم أن شتانغا دعاه لذلك يوم 20/6. أنا الوحيد كطارق جبان اللي كنت تحت ضغط في قضية فراس الخطيب أمام الإعلام، إلا أن بيرن شتانغا قال أنه حتى لو كان فراس قائد لن يشارك في كأس آسيا مع منتخب سوريا، بالرغم من أن فجر إبراهيم وطارق جبان حاولوا كثيرا من أجل إقناع المدرب الألماني بغير ذلك. شكرا لكم على حسن المتابعة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.